خلونا ناخد تليفون من الاستاذ محمد خيري الناقد الرياضي. صباح الورد يا استاذ محمد. صباح الفل عليكم جميعا. صباح الفل. هو يعني بدايه سؤال لسه احد الزملاء ساله في الاستوديو، هو اصلا الماتش هيتلعب ولا في كلام لسه فيه؟ لا هو الماتش خلاص، رئيس اتحاد الكوره بنفسه قال بالليل الماتش في ميعاده. الماتش في ميعاده. طيب شايف الدنيا تمشي ازاي بقى؟ حكام وصلوا بشكل رسمي، الاهلي خلاص اعلن استعداده للمباراه ودخل معسكر مغلق فعلا، اعلن القائمه. الزمالك يمكن بس اللي فيه كلام، بس اللعيبه هتتجمع الساعه 12 ان شاء الله في النادي، ونسبه كبيره الزمالك برضك هيبقى جاهز للماتش. توقعات حضرتك لنتائج ماتش النهارده ايه؟ لا دي خارج التوقعات خالص يعني. فعلا احنا كنا لسه بنقول للناس ادخلوا على الصفحه وتوقعوا، لان حضرتك عارف دايما الناس بتدي توقعاتها قبل الماتشات، وخصوصا لما يكون في لقاء قمه زي الاهلي والزمالك. صعب خصوصا ان الاهلي داخل بدفع التعويض عشان غلب الماتش اللي فات، الزمالك داخل عاوز يثبت ان هو الاقدر، خصوصا ان الزمالك يعني في كتير من الاساسيين بتوعه مش هيلعبوا. الاهلي نازل والاثنين بيعانوا من غيابات برضك اللي هي الايقافات، الاهلي من اجاي و ياسر ابراهيم و اللي هو اتعرضوا لايقافات، الزمالك الناحيه الثانيه شيكابالا، عبد الله جمعه، امام عاشور. فصعب التوقع. طيب يعني في نقطه لائحيه شويه كده يا استاذ خيري، لو احد الفريقين ما راحش الملعب، رئيس نادي الزمالك من يومين قال ان اللعيبه في اجازات بيشوفوا اسرهم واولادهم ومش هينفع اجيب الناس من اجازات وانزلها الماتش، لو ده حصل هيكون الموقف ايه؟ هو الزمالك خد راحه، هو رجع القاهره، هو كان ماتش الخميس، رجع القاهره الجمعه، رجع القاهره الجمعه، خدوا راحه السبت، هم رجعوا امبارح فعلا للتدريبات. امبارح بعد التمرين اللعيبه انتظروا رئيس النادي ان هو يجي، يعني قعدوا كام يعني ساعتين في النادي قبل ما يخشوا المعسكر، فهو جه واجتمع بيهم وبالفعل اتكلموا في احداث القمه وان احنا مستعدين بكره والكلام ده كله. يعني هيلعبوا بعد كده؟ لا بعد ما راحوا معسكر اتبلغوا ان ما فيش ماتش بكره، وان الزمالك اعلن انسحابه من المسابقه على الاساس ده، اللعيبه كلها مشيت. كويس. لكن هي اللعيبه موجوده دلوقتي، لكن لائحيا رئيس اتحاد الكوره امبارح اجاب على السؤال وقال ان الزمالك لو ما راحش الملعب هيبقى خسران 2-0، وفي اخر الدوري هيتخصم منه 2-0، نفس هيتخصم منه 6 نقط، نفس اللي حصل في ماتش مصر المقصره والناس كلها تفتكر من 3 سنين. طيب ليه في ايه دوافع الزمالك؟ ليه ما كانش عايز ينزل؟ لا الزمالك دوافعه ليه مش عاوز يلعب؟ ليه مش عاوز يلعب؟ بالظبط. مش عاوز يلعب لانه عنده ماتش يوم الجمعه مع الترجي التونسي. اوكي. والاهلي عنده دوافع ان هو عاوز ينزل النهارده يعوض الخساره بتاعته اللي هي في السوبر، وطبيعي الاهلي هينزل عاوز يكسب. الزمالك عنده مباراه مهمه مع الترجي وعاوز يريح كل لعيبته، لان الزمالك لعب ماتشين ست ايام، ماتشين جامدين قوي اللي هو مع الترجي في السوبر الافريقي ومع الاهلي في السوبر المصري، فلعيبته الاساسيين محتاج يريحهم عشان الماتش بتاع يوم الجمعه هو شايف ان هو اهم من الماتش بتاع النهارده. يعني دوري الزمالك بنفس الاطار، الاهلي عنده ماتش مع سان داونز وماتش ربما يكون مصيري سواء للاهلي او الزمالك، كمان الاهلي صح. عنده ماتشات في الدوري وفي الكاس، وماتش الزمالك ده اصلا مؤجل من الاسبوع الرابع بناء على طلب نادي الزمالك في ذلك التوقيت. ما دي وجهه نظر بقى اتحاد الكوره، قال ان انا خلاص هبدا في الدور الثاني. خلاص ما فيش يعني كابتن محمد فضل والاستاذ عمرو الجناني اكدوا اكتر من مره ان المباراه تلعب في مكانها. طيب استاذ محمد، انا ليا استفسار بشكل عام، عشان انا مش اول مره اسمع الازمه بتاعه التوقيتات دي، اللي هو ايه اصل في الفرقه دي مرهقه قوي، لعبت كام ماتش قبله وهتلعب كام ماتش بعده، ما لحقتش تريح، هو يعني الازمه فين؟ يعني ليه ما بيتمش طيب مثلا وضع جدول مباريات يكون بيراعي مثلا ان في فرقه محتاجه تريح؟ بالظبط. يعني ما هو ده موضوع بالفعل. بس المشكله كلها ان الزمالك هيلعب قبل الاهلي بيوم، يعني الزمالك هيلعب مع الترجي يوم 28، الاهلي هيلعب مع سان داونز يوم 29. هي دي اللي كانت عامله الازمه عند رئيس نادي الزمالك. طيب أنا سؤالي الاخير استاذ محمد، بيان النادي الاهلي لو تابعته امبارح رايك فيه، وفي نقطه طبعا مهمه في البيان ده انه الاهلي بشكل مباشر لا يعترف بالعقوبات اللي اقرتها لجنه الانضباط داخل اتحاد الكوره، معنى كلامه لا يعترف، ربما نجد النهارده الثلاث لاعبين الموقوفين في الماتش، لو ده حصل هيكون الموقف القانوني ايه؟ لا هم خرجوا بره القائمه الرسميه. رسمي خلاص. يعني تعالى انت امبارح القائمه وهم خرجوا بره القائمه. طيب تعليقك على البيان؟
ما هو رئيس اتحاد الكره البيان طبعا بيان الاهلي بيدين فيه بيقول ان انا اتظلمت بشكل اكبر والكلام ده كله. بس رئيس اتحاد الكوره برضك قال نقطتين مهمين. قال انا جيت بتعيين من الاتحاد الدولي والاهلي هيلجا للفيفا. وقال ان اللجنه الاخلاق والقيم اللي معينها برضك الاتحاد الدولي. وقال ان المتضرر عليه اللجوء للفيفا احنا ما نقدرش نقف قدام يعني اي حد متضرر عليه ان هو يلجا للفيفا. البيان اللي يعني الاهلي عمل بيان قوي شويه. قال ان هو مش معترف باللوائح وان هو مش معترف ان هو اصلا ما جاتلوش اللائحه اتحاد الكوره رد عليه قال لا احنا بعتنا اللائحه وطلبها اكتر من مره وما جاتلوش. اتحاد الكوره قال لك هي موجوده على الصفحه عندي واحنا بعتناها بالفعل للنادي الاهلي. كويس. الحاجه يعني اظن ان بيان الاهلي بس تهدئه للراي العام. يعني هي اتبعتت ولا ما اتبعتتش؟ لان كده في تاكيد احنا بعتنا للنادي الاهلي غير انه اتحطت على السوشيال ميديا والنادي الاهلي بيقول لك لا احنا ما وصلتناش حاجه. رئيس اتحاد الكوره قال لك احنا بعتناها للنادي الاهلي. وقال الخطيب الكابتن الخطيب بنفسه طلبها واحنا بعتناها له وهي موجوده اصل هي خلي بالك في العالم كله. صحيح. اللائحه دي بتبقى موجوده على الويب سايت بتاع الاتحاد المصري للاتحادات الاهليه عامه. صحيح. مش بالضروري ان انا ابعتها لك. يعني ده العرف المتعارف عليه في الكوره. أيوة. بشكل عام استاذ محمد انه الناس بتخش. أيوة. على السوشيال ميديا تشوف اللي هي عاوزاه. لا مش السوشيال الموقع الرسمي للاتحاد او الموقع ما هو في النهايه هو موقع يعني ما يعني مثلا تخش اتحاد الكوره السعودي اتحاد الكوره الاماراتي هتلاقي اللائحه موجوده عنده على الويب سايت بتاعه طبيعي انت بتشوفها مش لازم ان انا ابعتها لك. امال ايه قصه وبرضه اشار ليه الاهلي في البيان قصه تغيير في العقوبات واللوائح او عدم انضباط العقوبات الخارجه للسته او السبع لعيبه والاداري بتاع نادي الزمالك مع اللائحه اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي موجوده على الموقع الرسمي؟ لا هو قال ان انا ما بعتليش اللائحه اصلا. ما تبعتليش اللائحه وفي تغيير بيحصل على هوا من اعضاء اللجنه الخماسيه. ما هو طب منين في تغيير ومنين انا ما جاتليش اللائحه ان انا مش عارفها؟ صح النقطه دي مهمه قوي حضرتك لفتت نظرنا لنقطه مهمه جدا فعلا. انت لو اللائحه انت عارفها يبقى فيها تغيير ده كلام تاني. لكن انت بتقول انا ما جاتليش اللائحه اصلا هم ردوا عليك قال لك لا اللائحه موجوده علينا واحنا بعتناها لك. الحاجه الثانيه ان هم قالوا ان احنا ان رئيس اتحاد الكوره احتفل مع لاعب الزمالك اللي هو كان شيكابالا اللي هي اللقطه اللي ظهرت. هو رد قال انا حضنت شيكابالا فعلا وحضنت وليد سليمان في نفس القسم في نفس الماتش. قال ان انا رحت احتفلت مع الاهلي بالدوري لو تفتكر حضرتك السنه اللي فاتت لما خد الدوري في احد الفنادق الكبرى وامبارح كان لازم ابقى فرحان لان انا يعني في فريق مصري كسب بطوله ما مش هبقى حزين يعني. هو بص طب اخر نقطه استاذ محمد برضو استاذ جنايني او الكابتن محمد فاضل اعلن ان احنا العقوبات بتاعتنا ناخدها من الاشرطه ومن كل المصادر في حين الاهلي تواصل مع قناه ابو ظبي والمسؤولين عن الكوره هناك والناس نفوا ان هم يكونوا بعتوا اي حاجه لاتحاد الكوره. النقطه دي شايفها ازاي؟ ما هو قال لك احنا خدنا اللقطات من الاخراج نفسه اللي هو بتاع الشركه نفسها. ما هو الاخراج نفسه الاخراج نفسه في مشهد شهير جدا لفظ تلفظ به طارق حامد في دفع. أيوة. من حازم امام لكهرباء عند الاوت ومفيش اي حاجه حصلت يعني ايه هو المعيار؟ ما هو قال لك ان هم ما خدوش بلغه الشفايف دي اتلغت. ما خدوش بلغه الشفايف طيب. كل الاحوال شكرا جزيلا. مش مصري وما كتبهاش في تقريره. اشكرك بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد خيري الناقد الرياضي.